نعم. بسم الله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قال الإمام محمد بن أجرم رحمه الله تعالى في المقدمة الأجرومية: باب الأفعال. الأفعال ثلاثة: ماض ومضارع وأمر، نحو ضرب ويضرب واضرب. فالماضي مفتوح الآخر أبدا، والأمر مجزوم أبدا، والمضارع ما كان في أوله إحدى الزوائد الأربع يجمعها قولك أنيت، وهو مرفوع أبدا حتى يدخل عليه ناصب أو جازم. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد. قال المصنف رحمه الله تعالى أو المؤلف: باب الأفعال. والأفعال جمع فعل، والفعل هو الحدث، وقد ذكرنا تعريفه اصطلاحا في أول الكتاب. قال: والأفعال ثلاثة: ماض وأمر ومضارع. ووجه هذا التقسيم قد ذكرناه سابقا، لأن الفعل يدل على الحدث فهو مقترن بالزمن، إما الزمن يكون قبل زمن التكلم فهو الماضي، أو عند زمن التكلم وما يتلوه فهو المضارع، فإن كان بعد زمن التكلم وصاحبه الطلب فهذا هو الأمر. فالأفعال ثلاثة، وذكرنا تعريفها، وذكرنا أيضا بما تعرف. فالفعل يعرف بقدر والسين وتأنيث الساكنة، وقد ذكرنا ما يختص بهذا وما يختص بهذا. أي والأفعال ثلاثة: الماضي والمضارع والأمر. نحو ضرب ويضرب واضرب. النحاة مولعون بالضرب، كل مثال ضرب، جاء ضرب في الماضي، ضرب في المضارع يضرب، المصدر الأمر يضرب، المصدر الضرب، اسم فاعل يجيب لك ضارب، اسم مفعول مضروب. خلي زيد نشأله. ولهذا قال ذاك الرجل: أنا مالي ولامرئ أبد الدهر يضرب، خلي زيدا وشأنه أينما شاء يذهب. والأبيات التي بعد فيها نوع شطط. إيه. فإذا قال نحو ضرب يضرب اضرب، وسنعيش مع الضرب كثيرا يعني حتى إلى الخفض. أيوه زيد. فالماضي مفتوح الآخر أبدا. الماضي كيف يعرف؟ بتاء التأنيث الساكنة. كيف تعرف أن الماضي؟ بتاء التأنيث الساكنة، وهو مفتوح الآخر أبدا، مفتوح الآخر أبدا. وهذا مذهب بعض النحاة، هو مفتوح الآخر أبدا، إما الفتح ظاهر أو مقدر. فضرب ظاهر، وضربت 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 وضربتما وضربتم وضربتن سكون، فيقول مبني على الفتح المقدر على آخره، منع من ظهوره اشتغال المحل بحركة مناسبة، أو منع من ظهوره كراهية التوالي أربع متحركات كمثل الكلمة الواحدة. وضربوا الباء في ضمة، يقول مبني على الفتح المقدر على آخره، منع من ظهوره اشتغال المحل بحركة مناسبة، لأن أصلها ضرب باء، فالواو يناسبها الضمة، فاشتغل الباء حركة الباء بالضمة للمناسبة له. ولهذا قال: فالماضي مفتوح الآخر أبدا. لكن من أهل النحو من يقول: والماضي له ثلاث أحوال، كما ذكر صاحب القطر: مفتوح الآخر وهو الأصل، ويسكن ويسكن إذا اتصل بضمير رفع المتحرك. ما هو ضمير رفع المتحرك؟ ضمير رفع المتحرك هو التاء وتو وتي وتما وتم وتن ونا ونا، ضربت 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 ضربتما ضربتم ضربتن ضربنا وضربن هن، هذا ضمير رفع المتحرك. فإذا الماضي مبني الآخر أبدا، أو مبني على الفتح، أو مبني على السكون إذا اتصل بضمير رفع المتحرك الذي ذكرناه، أو مبني على الضم إذا اتصل بواو الجماعة. وهذا مذهب في الحقيقة أيسر، وأما الأول فإنه مبني الفتح المقدر وإلى آخره. أيوة. والأمر مجزوم أبدا. والأمر مجزوم أبدا، هذا الموضع الثاني، هذا الموضع الثاني الذي يدل على أن المؤلف سار فيه على مذهب الكوفيين. حتى الأول ضرب قال الماضي مبني على الفتح، إيش قال في الماضي؟ مفتوح الآخر أبدا، يعني يرى أن إما يكون مفتوح ظاهرا أو مقدرا. ولعل هذا مما جنح إليه الكوفيون، ربما. لكن الأمر الكوفيون عندهم أنه مجزوم، والذي عليه البصريون أنه مبني،
مجزوم الآخر أبدا. نعم. والمضارع ما كان في أوله إحدى الزوائد الأربع يجمعها قولك أنيت وهو مرفوع أبدا حتى يدخل عليه ناصب أو جازم. والمضارع كيف يعرف؟ المضارع قال في أوله أحد حروف أنيت، ونحن قلنا لو نقول نأتي أفضل، نأتي من الاجتماع والانضمام. نعم. لكن هذه الحروف أنيت لا بد أن تكون دالة على معاني لي نأتي، فالنون يدل على جماعة المتكلمين، ها كانت كقولك نضربه ندرس نحن جماعة المتكلمين، واضح؟ لكن لو قلت نبه ليس النون لا تدل على ذلك، واضح؟ نأتي الهمزة الألف تدل على المفرد المتكلم، تقول أدرس أنا، أما أكل فلا تدل، واضح؟ وأعلم وأكرم لا تدل على المفرد المتكلم. نأتي. والتاء، التاء تدل على المفرد المخاطب ولا المؤنث الغائبة، تكتب أنت وتكتب هي، واضح؟ أما تعلم لا تدل ذلك. والياء يدل على المفرد المخاطب الغائب، يدرس هو، واضح؟ أما يائس ويابس ويرنأ الشيء هذا ليس كذلك. نعم. وهذا قد يختلط على الطالب، ولهذا لو ميزنا الفعل المضارع بما هو محل اتفاق فهو أفضل، وهو ماذا؟ دخول لم عليه، ودخول لم الجازمة. ولهذا ماذا قال الناظم؟ وماضي الأفعال بالتامز وسم بالنون أمر وماضي الأفعال بالتمييز وسم بالنون أمر إن أمر بالنون أمر إن أمر فهم، ها؟ وماضي الأفعال بالتمييز وسم بالنون أين وماضي الأفعال بالتمييز وسم بالنون فعل الأمر فعل الأمر إن أمر فهم، أيوة. والأمر إن لم يكن للنون محل فيه هو اسم فعل النحو صه وحي هل زيد المضارع قبل ذلك لم كيشم قبل شيخ بتا فعلت وأتت ويفعلي ونون أقبلن فعل ينجلي سواهما الحرف كهل وفي ولم فعل المضارع يلي لم كيشم فعل مضارع يلي لم كيشم هذا محل اتفاق. ففعل مضارع تعرفه بدخول لم عليه، فإذا قلت كتب هل تقول لم كتب؟ أما يكتب لم يكتب، أما أكتب لم أكتب ما تأتي، لم يكتب تأتي. فماضي المضارع من العلامات التي تخصه دخول لم حرف لم الجازم عليه. وهو مرفوع أبدا، فعل مضارع مرفوع عن طرف الضمة وثبوت النون، إلا إذا دخل عليه ناصب أو جازم، فإذا دخل عليه ناصب كان منصوبا علامة نصبه الفتحة أو حذف النون، أو جازم كانت علامة جزمه السكون أو حذف الحرف إلا أو حذف النون. نعم. فالنواصب عشرة. أيوة. نبدأ بالنواصب. وين نبدأ بالنواصب؟ في الفعل المضارع، في الفعل المضارع. إذا الماضي أنهيناه، المضارع بدأ بالنواصب، طيب وين الرباطع؟ النواصب وين؟ قال لك المضارع مرفوع أبدا. طيب ما العامل في رفعه؟ قيل في ذلك أقوال، والصحيح فيها تجرده عن الناصب والجازم، ذكر في هذا أربعة أقوال، صوابها في المضارع مرفوع لتجرده عن الناصب والجازم، واضح؟ نعم. نعم. أقوال. ها؟ أقوال أربعة. ما بها؟ ذكرتموها. إيه. يعني في. هلا ذكرتموها. هلا.
من العرض عوامل الرفع، عوامل الرفع، ما الذي يعمل الرفع في المضارع؟ طيب، قيل تجرده من الناصب والجازم، قيل تجرده من الناصب والجازم، هذا العامل الأول، العامل الأول وهو الصحيح الذي عليه أهل التحقيق. وقيل لشبهه بالفاعل أو بالاسم، الفعل المضارع مرفوع لاشتباهه بالاسم، لأنه يشبه الاسم، ولهذا قيل مضارع من الضرع، وضارعه شابهه، ضارعه شابهه. نعم، سيأتي. طيب، يشبه الاسم في ما احنا قلنا، خلونا على الجرومية، لكن معلش، يشبه الاسم في ماذا؟ قيل يشبه الاسم في أربعة أشياء، أربعة، دخلت في أربعة، هي ولا 16 8. قيل يشبه الاسم في أربعة أشياء، الأول في الإعراب، الثاني في الوزن. طيب، كيف الوزن؟ يدرس، يدرس مع اسم الفاعل دارس، حركة سكون، حركة حركة، يدرس، يد حركة سكون، رس حركة حركة، دا حركة سكون، ريس حركة حركة. إذا في الإعراب، في الوزن، واضح؟ في أن كل منهما يدخل عليه، يشترك في الحرف هل وهلا، هل يدرس زيد، هل زيد يدرس، يشترك هنا مخصوص يعني. وكل منهما يدخل عليه لام الابتداء، لا يدرسن زيد، لا زيد حاضر. نعم، تفضل. لا شيء، ها تفضل، سؤال ولا ها؟ طيب، هذه الشيء الثاني. طيب، الثالث ها، أخذنا الرابع، يشبه في أربعة أشياء. لا، عوامل، لا، الرابع، أنا في الرابع، حروف المضارعة، ها؟ نعم. إيه، العامل الرابع حرف المضارعة، طيب، العامل الثاني كون الفاء سبب الرفع مشابهته للاسم، المشابهة لا تقول ذلك. الثالث أن عامل الرفع هو حرف المضارعة، ولم يعهد حسب استقراء قواعد النحو أن يكون جزء الكلمة عامل في رفعها في إعرابها، ذكرها هناك الأقوال، ها؟ أيوة، القول الرابع هو ماذا؟ حرف المضارعة، زيد؟ القول الثالث، الثالث، أيوة، الرابع، لا، إيش قال؟ إيش مشابهة للاسم؟ إيه؟ تجرد النصب الجازم. ايه؟ مشابهة الاسم مرتين. ايوه، زيد. حروف المضارعة. ايوه، ثلاثة، زيد. بس؟ في قول رابع. ها؟ انت تكتب معي؟ ايه، جيد. النسخة هذيك الشرح القديمة. ايه. لا، ما اظن فيه. القول الرابع. لا، القول الرابع أتيكم به إن شاء الله لاحقا، ذكرها صاحب ابن هشام الأنصاري في القطر، قطر الندى، ذكرها قطر الندى. نعم، إيش قلنا؟ زيد؟ نعم، النواصب تحتاج إلى وقت، لكن نعطيها ملخص. إذن ما هي عوامل الرفع؟ التجرد من الناصب، تجرد من الناصب، مشابهة الاسم، حروف المضارعة، ما أدري إذا كان اقتضاؤه للفاعلية أو لا، طلبه للفاعلية،
أنا شيخ خلي عربين يقولون لمن مرفوع بفعلية. لا إيه ذاك لا إيه نراجع إن شاء الله أذكر لكم إياه. طيب النواصب ثم ذاك انتقل للنواصب. النواصب جمع ناصب. النواصب جمع ناصب. والنصب في اللغة هو الاعتدال استقامة والتمكن والتثبت واستقامة الشيء. وسبق ذكر معنى النصب في الاصطلاح. واضح؟ يذكر في العقائد النصب. في العقائد في عندنا النصب في العقائد. ما المقصود بالنصب في العقائد؟ المقصود في النصب في العقائد طائفة تقابل الروافض. فالروافض غلوا في آل البيت غلوا جاوزوا فيه الحد، وقابلهم النواصب الذين نصبوا العداء لأهل البيت. وأهل السنة والجماعة وسط وسط، فأهل البيت المؤمن منهم له مكانته، وإن كان من أهل البيت فإنه له محبة تخص أهل البيت، هذا عند أهل السنة والجماعة. فالمؤمن يحب يحب لأنه يعني مؤمن، فإن كان تقيا لتقواه وعامل الصالح عمل الصالح والعالم لعالم، وإن كان مع ذلك أنه من أهل البيت فإنه يحب لأنه ماذا له صلة ببيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا مما ينبغي الإنسان يعرفه، لأن النسب النبوي لا يزال إلى الآن. لا تجد بعض الألقاب فلان 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 الشريف. إيش معنى الشريف؟ أي من النسب الشريف. هذا يحب لشرفه. وكذلك الأنصار، قال النبي صلى الله عليه وسلم من أحبهم فبحبي أحبهم، ومن أبغضهم فبغضي أبغضهم. حب الأنصار من الإيمان وبغضهم من النفاق. إن الشيخنا حماد الأنصاري، إبراهيم الأنصاري، إسماعيل الأنصاري، وزكريا الأنصاري، وكثير من الأنصار، فهؤلاء يحبون كذلك، وهؤلاء يحبون لأنه جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. فالنواصب جمع ناصب، وهذا المعنى. والمقصود بالنواصب هنا الحروف التي تنصب الفعل المضارع، وهذه كلها حروف، وهي على قسمين: حروف تنصب المضارع بنفسها، وهذه أربعة: أن وهي أم الباب، ومن باب الفائدة في أبواب العلم تجد في باب من الأبواب يقال هذا أم الباب. ففي النحو تجد مثلا في النواصب أن هي أم الباب، الجوازم لم هي أم الباب، لم أم أن ولن وكي وإذا. واضح؟ هذه تنصب بنفسها بالاتفاق. وغيرها من باب التسهيل، بعض العلماء يقول تنصب بنفسها أيضا، وبعضهم يقول بل تنصب بأن مضمرة إما وجوبا وإما جوازا. واضح؟ اللي هي لام الجحود ولام كي التعليل وحتى والواو والجواب بالواو والفاء وبعد أو كذلك. واضح؟ والتي تنصب بنفسها أن ولن وكي وإذا. طيب خلاص. والأخرى تنصب بأن مضمرة إما جوازا وإما وجوبا، وهذا سيأتي تفصيله. واضح؟ فالتي تنصب بنفسها أربع، والتي تنصب بأن مضمرة ست، ومجموعها كلها عشرة: أن ولن وكي وإذا، ولام كي اللي هي لم تعليل، ولام الجحود، وحتى، والجواب بالواو والفاء وأو وأو بعد أو. وهناك شيء غيرها أيضا، فهذا سأتي في درس الله إن شاء الله تعالى الأسبوع القادم يعني. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.